إذا لاحظنا خلال العقود الأربعة الماضية من سنة 79 إلى الآن، تستوقف القارئ والمتأمل والمراقب ظاهرة اسمها ظاهرة التزامنات التاريخية، وهذه تطرح أمامنا إشكالية حول التفسير والهدف. ما الغاية من هذه التزامنات؟ سنة 79 وقعت معاهدة كامب ديفيد، فخرجت مصر من معاهدة الصراع مع الكيان الإسرائيلي. بالعام نفسه انتصرت الثورة الإسلامية في إيران ودخلت في الصراع، يعني خرجت مصر فدخلت إيران. هذا التزامن الموجود هو هذا ليس صدفة، وإذا كان صدفة يجب أن لا يتكرر، الصدف لا تتكرر عادة. التزامن بين الهجوم الأمريكي لتحرير الرهائن في إيران، المحتجزين كانوا في السفارة الأمريكية، وهبوب عاصفة في صحراء طبس أدت في نفس الوقت إلى تصادم الطائرات المروحية ومقتل كثير من الجنود. التزامن الثالث هو أثناء الاجتياح الإسرائيلي لبيروت سنة 82. في هذا الاجتياح إسرائيل دخلت إلى بيروت للإمساك بالواقع السياسي، لكن في الوقت نفسه ولدت المقاومة الإسلامية في بيروت وغيرت المعادلة. يعني هذا التزامن بين خروج المقاومة الفلسطينية نتيجة الضغط الإسرائيلي وانطلاق المقاومة الإسلامية، هذا التزامن يطرح أسئلة: هل هي المسألة صدفة مجرد حدث عابر، أم أنه يمكن أن يكون له إجابة؟